كيف نحكيه على جودة الحليب؟ نحكيه على حليب قابل للتحويل وللاستهلاك، يستجيب القواعد النظافة والسلامة الصحية اللازمة. جودة الحليب تبدأ من الضيعة، يعني عند المربي، وهي ترتكز على صحة البقرات ونظافتهم، تخصيص مأوى مريح ونظيف ليهم، نظافة مكان الحلب وأدوات الحلب يعني المحالب، مرحلة تصفية الحليب، التبريد داخل الضيعة. عدم تطبيق هذه القواعد ينعكس سلباً على عملية التحويل والتسويق وعلى سلامة المستهلك زادة. باش الفلاح يضمن حليب ذو جودة ويربح، يلزم يحرص على كل هذه القواعد. إذا ما يطبقش القواعد هذه، يعرض الإنتاج متاعو إما للرفض من طرف الشركات المصنعة، وإما يكون حليبه مصدر أمراض لدى المستهلك ويسبب لروحه بالتالي خسائر هامة. إنتاج حليب جيد راهو مربوط ببرشا عوامل. يلزم يكون الكوري نظيف، يلزم تكون البقرة نظيفة قبل ما تحلب، يلزم تكون يديها مغسولة بالصابون، يلزم تتفقد ماكينتك، يلزمها تكون نظيفة بعد ما تحلب، تتفقد البيدون يلزم يكون نظيف اللي باش تنكت فيه الحليب، وبعد تتعدى للطونك يلزم يكون نظيف باش تنكت فيه الحليب، يلزم يكون يوصل لأربعة درجات. وبالنسبة للبقرة يلزم الماء نتاعها ما يكونش سخون، ما يكونش بارد، يلزم يكون معدل. بالنسبة للعلف يلزم تكون علفة، تكون انت مراقبة. بالنسبة للحشيش يلزمك تحشلها، بالنسبة للفص تحشلها كيما اليوم، ما يلزموش تاكلوا في نهارو، يلزم تاكلوا كان لما غدوة. بالنسبة للحليب ذو جودة، أهم حلقة هي حلقة الفلاح. باش نحافظوا على جودة الحليب لازم نعطوا البقرة غذاء متوازن. شنو يتمثل الغذاء المتوازن؟ لازم نوفروا للبقرة نعطوها الأعلاف الجافة اللي هي باش تعطينا المواد الدسمة في الحليب. كيف لازمنا نعطوها الحشيش ونعطوها العلف، هذا باش يعطينا المواد البروتينية. وكيف لازم ديما الماء موجود قدام البقرة تشرب وقت ما تحب، خاطر بالنسبة باش نجمو نصنعو إترة متاع حليب لازم عندنا 5 إترات ماء. لازم الفلاح يتفقد الحليب متاعو عن طريق نحي الشخبات الوالة متاع الحليب في إناء خاص، والوقت هذاك يشوف أنه الحليب خالي من الماميت التهاب الضرع ولا عملية الحلب تدوم 7 دقائق. في المرحلة هذه ما لازمناش نقصوا عملية الحلب، خاطر بالنسبة لازم تكون عملية مسترسلة. بعد الفلاح لازم يهز الحليب هذاك يحطه في سهريج تبريد. نحن ماذا بينا كل فلاح يكون عنده سهريج تبريد باش نجمو نحافظوا على نسبة الجراثيم النافعة في الحليب.